بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا السابق عن الحرية، فذكرنا معناها وموقف الإسلام منها وذكرنا أقسامها. ونبدأ في هذا اللقاء 38 إن شاء الله بالقسم الأول، ألا وهو حرية الاعتقاد والتدين. والاعتقاد أيها الأخوة معناه التصديق الجازم ومحله القلب. يقال اعتقد فلان الأمر إذا صدقه وعقد عليه قلبه وضميره. والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعثة الرسل. والتدين معناه التعبد، يقال دان وتدين إذا تعبد فهو دين. والديانة ما يتدين به الإنسان. والدين والديانة اسم لجميع ما يعبد به الله تبارك وتعالى. ومما ذكرنا يظهر أن الاعتقاد محله القلب، والتدين محله السلوك وظاهر البدن. أيها الإخوة الأكارم، وهذا المصطلح حرية الاعتقاد والتدين لم يكن مطروحا قديما على أنه حق من حقوق العباد، ومع هذا فالإسلام له موقف منه نجمله فيما يلي. قلنا فيما سبق إنه ليس لأحد حق في أن يؤمن بالله تعالى أو لا يؤمن، أن يطيعه أو لا يطيعه، وليس له حرية في اتخاذ موقف الكفر والمخالفة فيما بينه وبين الله عز وجل. لكنه في هذه الدنيا مكنه ربه من الكفر والمعاصي، كما مكنه من الإيمان والطاعة، وأمره بالإيمان والطاعة ونهاه عن الكفر والمعاصي. لكنه عز وجل لم يلجئه بسلطان القدرة عليه على اتخاذ موقف معين، بل تركه حرا يختار نفسه ما يشاء من سبل الهداية أو الغواية، بعد أن أنار له المحجة وأقام عليه الحجة ليكون أهلا للثواب والعقاب، ليس مدفوعا إلى شيء من أعماله بضغوط الجبر والإكرام. لكن ما هي حدود هذه الحرية في العقيدة والعبادة على سطح هذه البسيطة في ظل شريعة الإسلام الحاكمة؟ إن الله عز وجل أرسل رسله بالهدى ودين الحق لكي لا يكون للناس حجة على الله عز وجل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان رسل الله عليهم الصلاة والسلام يدعون العباد إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويناقشونهم بالأدلة المقنعة والحجج المفحمة. ولم يعلم من سيرهم أن رسولا منهم أكره أحدا على تبني عقيدة من غير قناعة منه أو حمله عليها بالإكراه. وقد قص الله علينا طائفة من أنبائهم مع أقوامهم، وذكر شيئا من أساليبهم في دعوة الناس إلى أديانهم. نعود أيها الإخوة لنقول إن مسائل الاعتقاد في الدين كثيرة، من أهمها وأبرزها أركان العقيدة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وأيضا مسائل التدين أيضا كثيرة، ويأتي في طليعتها أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنصوص في هذا كثيرة وصريحة. مصادر الاعتقاد والتدين. أولا، مصادر الاعتقاد: العقائد تعتمد في ثبوتها ووجوب الإيمان بها على مصدرين أساسيين. المصدر الأول العقل، وهذا فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته الكريمة، فمرد ذلك إلى أدلة العقل الرشيد، وسبيله النظر في ملكوت الله عز وجل. فهذا الكون من عرشه إلى فرشه، ومن أصغر ذراته إلى أكبر مجراته، شاهد على وجود الله تعالى وعظمته. فما من حادث إلا وله محدث، فمستحيل عقلا أن يوجد هذا العالم الدقيق في صنعه ونظامه وتعاون أجزائه بغير موجد، ولا موجد له إلا الله عز وجل. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الطور 35-36. وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الكهف 51. وقال تعالى: ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الروم 22. المصدر الثاني السمع، ويقصد به أدلة القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وهذا هو المرجع لكثير من العقائد كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل وغيرها من مسائل العقائد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكتي وكتبي ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النساء 136. إن وحدة العقائد في دين الله عز وجل وتحديد مصادرها يوحد الأمة على صعيد تصورها والإيمان بها. والعقيدة النيرة الصحيحة أهم ركن في توحيد الأمة وجمعها على رؤى واحدة واعتقادات واحدة. ثانيا أيها الأخوة، مصادر التدين. مصادر التدين والشرائع والأحكام في الحلال والحرام إنما هي أدلة السمع من كتاب وسنة وإجماع وقياس. فما أحلته هذه الأدلة فهو حلال، وما حرمته فهو حرام. ولا يؤاخذ الله عز وجل أحدا بشيء حتى يرد الشرع به. والاعتقاد والاعتماد على مصادر الشرع في التحليل والتحريم أيضا من شأنه أن يوحد الأمة في سلوكها الفكري والعملي. ومن هنا كان الرجوع إلى أدلة العقل وأدلة الشرع واجب في موضوع العقائد والعبادات على كل مسلم ومسلمة. فالمسلمون يملكون ذخيرة من نصوص الشرع وأدلة العقل تجعلهم منفردين ومتميزين ومؤهلين ومسلحين بكل دواعي الوحدة ومقوماتها. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. المؤمنون 52. وخطاب الله تعالى أيها الإخوة والأخوات للناس خطاب الله تعالى للناس. الناس جميعا مخاطبون بأدلة الشرع ومكلفون بالإيمان بها، وليس لأحد فيما بينه وبين الله عز وجل حرية في أن يؤمن به ويطيعه أو لا يؤمن به ولا يطيعه، بل الجميع مكلفون بالإيمان به والخضوع له. فهو سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم والمنعم عليهم، فمن حقه أن يؤمنوا به ويخضعوا لسلطانه، ومن واجبهم أن يفعلوا ذلك، وإلا كانوا مسؤولين عن عصيانهم
عنده قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن هذه الحرية الممنوعة في اختيار الكفر والمعاصي إنما هي قضية فيما بين العبد وربه، فهو الذي يحاسب عليها ويؤاخذ بها. أما في الدنيا فهناك وضع قد يختلف في بعض التفاصيل وسنتحدث عنه، وقد تحدثنا عن بعضه فيما سبق، ونقف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.